صديق بالعسكريه خابر صاحبه صار له واحد ما شايفه 15 سنه 20 سنه، قال له تجي انت وعائلتك معزومين ما يندل مكان محافظات. راح خابره قال له انت وين؟ قال له انا يم الضغط العالي وهاي وين اجيك؟ قال له انت ويا من جاي؟ ما هو مسوي غدا هاي. قال له انا والسايق وابني ابو عباس وابنه والسايق. هي مرتها ام عباس قالت له ام عباس قلها ويا ام عباس ما حجي. المهم امتيه انه بهم خابره قال له انت ويا من؟ بس قال له انت ويا من جاي؟ قال له انا هو ابو عباس وعباس والسايق. هي قالت له قلنا ام عباس ويانا ادري قال عابرين حدود وعايفين قاعدين راح نوقع الجواز هل قاعدين؟ هو يشتغل يقول له ويانا بقوله ما بقوله.